جزائري قضى عقوبة السجن في الجزائر وبعد خروجه سيحاكم في فرنسا، والسبب ستعرفونه بعد لحظات. تعود الوقائع إلى عام 2011 في مونبيليه، وهي قصة جزائري يحمل الجنسية الفرنسية قتل طالباً يبلغ من العمر 23 عاماً، حاول اعتقاله بالجرم المشهود بينما كان يسرق، وهي القصة التي أثارت وقتها ضجة كبيرة. فر سعيد الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً إلى الجزائر بعد الحادثة، ولكن تم التعرف عليه بسرعة بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية، وتم اعتقاله في فيفري 2011. قضى سعيد 10 سنوات في السجن بالجزائر لارتكابه جريمة قتل في مونبيليه، وهي العقوبة القصوى للقصر. بعد خروجه من السجن سنة 2019 قرر العودة إلى الأراضي الفرنسية، وهناك تم اعتقاله من جديد فور مغادرته المطار بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، والتي لا تزال سارية المفعول، وبالتالي سيحاكم الشاب مرة أخرى في فرنسا. أحيل ملف هذه القضية إلى محكمة الجنايات للقاصرين، واستند القاضي إلى حكم صادر عن محكمة النقض في أكتوبر 2013. أما محامي الشاب فيرى أنه من المؤسف للغاية أن يتم رفع دعوى جنائية بينما تم الكشف عن الحكم في الجزائر. وأنت كيف ترى القصة؟